على مدار 30 عاما. لم يتوقف الموسيقار عادل صقر عن شغفه في العزف وإصلاح آلة الجيتار ودعوة لإنشاء المدارس الشعبية لتعليم الموسيقى. المزيد في سياق التقرير. الآلة الموسيقية الواحد بيختارها وهو صغير، وهو صغير خالص، حسب الموضة اللي كانت ساعتها أو حسب ما هو حاسس الصوت ده عاجبه أو لأ. يمكن في وقت بتاعي انا كان في ناس كتير قوي بتلعب بيانو كيبورد سينثسايزر، بس برضو انا لقيت نفسي في جيتار وانا صغير. يدخل ورشته منذ الصباح الباكر ليقضي يومه وسط اوتار وانغام الجيتار حتى منتصف الليل. ذلك هو البرنامج اليومي لعادل صقر المتخصص في تصليح آلات الجيتار. اللي بيميز الجيتار يمكن هو اكتر آلة الواحد بيعرف يلمسها، يلمس نغماتها فعلا. البيانو بينك وبين النغمه في وسيط، يعني انت بتمسكيش الوتر فعلا تضربي عليه، انت بتضربي صباع، الصباع ده بيحرك شاكوش جوه، الشاكوش بيرجع ورا وراح نازل على الوتر ضربه. الجيتار انت بتضربي الوتر بصباعك فعلا، بتحسي بالنغمات بتاعته في صوابعك فعلا وانت بتلعبيه. 30 عاما عاشها يلبي شغفه بالموسيقى ما بين العزف والتدريس للاطفال والشباب ودراسه تقنيات تصليح الجيتار في مصر والمانيا. الحالات اللي بصلحها في الجيتار اكتر حاجات بتجيلي بتبقى كراكس كتير قوي، ده مش عارف جاي من ايه، بس هو الموضوع كراكس ده منتشر في مصر قوي، يعني الجيتارات اللي بتتكسر في مصر ده فينومين شويه، يعني منتشر جدا. غير كده بتبقى الحر بعد، دايما بعد الصيف ما يخلص بيبقى الصيف حط بصمته على الجيتار وبوظ فيه حاجات كتير قوي، فبيتعاد تصليحه تاني بقى شامل، بقى كل حاجة بتتصلح فيه من أول تاني. ما يميزه عن غيره في مجاله بمصر هي علاقته الوطيدة مع الفنانين. ناس كتير بتقول أنا عايز صوتي يبقى عامل كده وكده وكده، أقول حاضر نشوف examples. طب تعالى نلعب مزيكا شوية، نلعب مزيكا شوية، اعرف هو حاسس بايه وعايز يطلع ايه، فاقعد اظبط له الجيتار بتاعه اسبوع 10 ايام اطلع له الصوت اللي هو بيدور عليه، وممكن يجي نعدل فيه كمان شويه، نظبط الصوت في اتجاهات معينه هو عايز يروح فيها. كويس، انا يعني بحاول اخش جوه العازف عشان احس هو عايز ايه في الصوت بالظبط ونطلعه، وغالبا ما بننجح. يعني يطمح عادل في زياده منصات تعليم الشباب العزف على الآلات الموسيقية. مفيش للأسف عندنا مدارس شعبية، اسمها مدارس شعبية في أي حتة في العالم، مدارس شعبية العليا بتعلم الناس، فطبعا الموضوع ده مشكلة بالنسبة للشباب، الناس عايز تتعلم مش مزيكا بس كل حاجة، مش لاقيين يتعلموا فين.